تانية طالما بتتكلم على الحزن. طب لو في دي احداث حضرتها لنا وقت مباراه ميلان برضو وقفوا في دي احداث كانت ليتشي وميلان. نكمل بقى الاخبار ايطاليا فيها نصيب الاسد من الحزن كمان بالتحديد. في وقعه غريبه جدا احنا في بدايه الموسم كابتن خالد هنا اتكلمنا على افتتاح ملعب او استاد يوفنتوس الجديد. تمام صح. وحاجه رهيبه وعالمي وهتشوف حاجات تعقيد للاستاد دلوقتي. تمام. يظهر ان يوفنتوس ما لحقش يتهنى بالملعب. جريده لاجازيتا ديلو سبورت نشرت تقرير في عددها الاخير اللي طالع في الويكند اللي فات ان الملعب مهدد انه يقع. رغم ان هو ما فاتش عليه غير ايام معدوده، مش هيقول لك حتى شهور. ايام معدوده. لسبب ان في بعض الاتهامات لشركه المقاولات اللي بنت الاستاد ان الحديد اللي تم استخدامه في بناء الملعب ده طبعا الاستاد. وفكرني اقول لك على معلومه في مباراه يوفنتوس وجنوا، ادي صحيفه لاجازيتا ديلو سبورت. وهي بتوري لك الاستاد. يعني بتقول ان شركه المقاولات سرقت في الحديد؟ الحديد اللي تم استخدامه في بناء الملعب غير مطابق للمواصفات، وبناء عليه ارواح الناس في خطر او الملعب غير امن. المدعي العام في مدينه تورينو فتح تحقيق. طلب من نادي يوفنتوس ان هو يغذيه بملفات ومستندات وملف الاستاد. ادي الاستاد طبعا يا كابتن خالد حاجه يعني حاجه جاكوزي. مظبوط للعيبه. ودي اوضه اللبس بتاعه الاستاد يوفنتوس، اللعيبه بتغير هنا. ادق التفاصيل، حتى اللوجو محطوط على الكراسي اللي بيقعدوا عليها. شايف حاجه يعني حاجه تحزن وتفرح في نفس الوقت، حاجه تحزن ان احنا بس هم اتاكدوا لسه هيتاكدوا. التحقيقات شغاله. انا لسه هقول لك طبعا ما اتاكدش. ده ديل بيرو رقم 10. طبعا التلفزيون الايطالي على طول راح ما كدبش خبر بيتكلم على الحديد اللي تم استخدامه في بناء الملعب. يعني هو الراجل طبعا بيقول لك ان انا مش خبير او مش مهندس علشان اوري لك. ادي الارضيات اللي مستخدم فيها الحديد، اللي بعض الحديد اللي مستخدم في الارضيات. وهم قدام الاستاد. الجمهور طبعا الطلاينه انت عارف يعني حوض البحر المتوسط كله يعني سلوكه متشابه، رايحين الاستاد مش هنمهم حاجه. الملعب هيقع مش هيقع، ده يوفنتوس احنا لازم بنشجعه. ادي الملعب من بعيد، وادي الحديد اللي تم استخدامه. ادي مدينه تورينو من بعيد. وادي الاستاد باين من بعيد. قناه سكاي لسه هقول لك اهو يا كابتن خالد، قناه سكاي ركزت على الحديد المستخدم. شايف الصور كلها. الحديد، ادي الحديد اللي مستخدم في بناء الملعب. كل الحديث ان التحقيقات هي اللي هتثبت اذا كان الملعب صح ولا غلط، امن ولا ممكن يكمل ولا غير امن. مش من المفترض بقى ان هم يمنعوا اللعب عليه لغايه ما يتاكدوا؟ لغايه دلوقتي في كلام في الصحافه ان في ناس بتقول كده. كويس انك فكرتني بالمعلومه. في مباراه يوفنتوس الاخيره غير امبارح. امبارح يوفنتوس كان بيلعب فيورنتينا. مظبوط. المباراه اللي اتلعبت في الويكند السبت والحد اللي فاتوا كانوا بيلعبوا جنوا. المباراه انتهت 2-2 تعادل. عاوز اقول لك على معلومه. في 36 فرد من اللي اشتروا البطاقه الموسميه سيزن تاكت ليوفنتوس ما راحوش الماتش ده بعد ما قروا الخبر. خافوا. تمام. امتنعوا. العدد قل امبارح، 12 واحد بس اللي غابوا. تمام. خايفين من ان الملعب غير امن. اديك طبعا شايف بيوريك الاستاد. تمام. الاستاد اللي اتصرف عليه 120 مليون يورو. 120 مليون يورو بساعه 41,000 متفرج. وكان يعني حابب نتكلم في مليار و200,000 مثلا، ولا مليار جنيه مثلا. تمام. فكل ده طبعا يعني اتمنى انه ما يروحش على الارض يعني. تمام. عندك ايه تاني؟ عندنا نخرج شويه من الحزن، ممكن نتكلم على البواتنج. اتكلمنا على